السلام عليكم البنات، السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. معكم شهيوات عفاف الشماليه، قناتي وقناتكم. انا رجعت لكم واحد بلاطو ديال الصابلي بريستيج راقي، لا في البندر ولا في المذاق، عجينه واحده. خدمت لكم ثلاثه ديال الشكيلات ديال الصابلي، وكيبقى غير في التزيين هو اللي كيختلف على بعضه، وفي النكهة ديال التزيين. ودوز معايا المقادير وطريقة التحضير. دوز المقادير ديال هاد الصابلي، كنحتاجو فيه جوج بيضات، كاس سنيدة، كاس زيت، واحد جوج ساشيات فاني، جوج فلون كراميل، وغنستعمل 250 غرام ديال مارغرين ديال الحلويات. انا كنستعمل لدة وطحين حسب الخليط. وبالنسبه للتزيين، الكسات مزيانه مع بعضياتنا. نحتاج شوكولا بيضاء، شوكولا كحله، وليمون سيليكون. وبالنسبه للقطاعات، نحتاج الدوائر، دائره، مربع. المهم ديك الساعات نشوفو مع بعضياتنا. دوزو معايا الطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله، نبداو نخدمو عجينه الصابلي ديالنا. نعملو كاس ديال سنيدة، كاس ديال الزيت، جوج بيضات، ونخدمو العناصر ديالنا مزيان. تنسجمو لينا، نضيفو الفاني وفلون كراميل. انا كيعجبني الصابلي نكهو بالفلون كراميل، بغيت نكهو باي نكهة نكهو. كاين اللي كينكهو بالنطا، كاين اللي كينكهو بالنكهة ديال الحامض، بالموك، بالليمون، بكل شيء. كل واحد واش كينكهو. نكملو بهاد الطريقة هادي، نزيدو الفاني ديالنا. وهاد الفاني كيعطي واحد القرمشة للصابلي، والفلو كيعطي مذاق وكيعطي عطي الهشاشة. كاين اللي كيعمل غير مايزينا، كل واحد وشنو كيستعمل. وصابلي فيه عدة أنواع وعدة أشكال، لكن يجي في المتناول. خدمو الزبدة ديالنا مزيان، حتى ينسجمو لينا. نبداو نضيفو الطحين ديالنا، العجين ديالو مكتكون قاصحة، مكتكون خفيفة معوضة باش منطولش عليكم. أنا نعجنها ونرجع لكم. من بعد ما عجنها يا البنات، كتجي بهاد الطريقة هادي، شفتو معايا؟ المهم دابا نطلقوها. وسمحوا لي بعد نسيت، كنكونوا درناها في الثلاجه واحد ساعه ديال المكانه عاد كنجبدوها ميكا. طبعا نطلقوها مع بعضياتنا. ضروري تفرشوا بلاستيكا ميكا، تعملوا العجينه ديالكم وتطلقوها ما بين جوج ميكات. بالطريقة هادي، بسم الله. ما تكونش رقيقة، ما تكونش غليظة، بين وبين، ما يجيش الصابلي ديالنا رقيق وما يجيش غليظ.
نجيبو شويه ديال الطحين. يعني شوفوا نغطسو في الطابعة ديالنا والطابلة هنا لاطا بهاد الطريقة. نحطو هاد ديالنا نديرو الميكا ديالنا هدا نبداو على بركة الله. الشكل الأولاني نديرو دوائر بالطريقة حتى نساليو الآخر. شوفو معايا البنات اش كتجي. قلتلكم ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ. معاود هاد الصابلي هدا كيجي لذيذ وكيجي بنين مع النكهة ديال الكراميل كيعطيه مذاق مزيون. حتى النكهة ديال الحامض كنستعملها انا في لي صابلي حتى هي كتعطي عطر واحد لوغو اخر. والصابلي البنات ملي تكونو كتعجنو مدلكوش غير جمعوه. سهولة كيتحيد لينا وكيتهز لينا. وهادو غنرجعو نجمعوهم ونكملو بيهم. كما كنعرفو مدلكوهاش غير جمعوها وديروها في الميكا وطلقوها. نسالي ونرجع معاكم الشكل التاني. بالنسبة للشكل التاني غنديرو مربع بالطريقة هذه. تا هو شوف كيفاش كيجي ممكن يجي لا رقيق لا غليظ. باش ما نطولش عليكم ندوز معكم شكل اخر. يعني تا هو غنعملو مدور وغنجيبو هادي على شكل وردة. تا هي غنتكيو على هادا على هاد الشكل وغنحيدوها. راه كتزول بسهولة البنات. وغنحطوها فوق هادي ديالنا راه غتلصق العجينة ديالنا غتلصق فوق منها. لاخر نجيو كنتمنى تكون واضح ونتكيو على هيدا على هاد الشكل هدا بهاد الطريقة هادي ونحطوها. هي كيقولها حلوة ديال الشميشة. نعاود معاكم وحدة أخرى باش تفهموا بهاد الطريقة. نجيبو هاد الشميشة ديالنا نتكيو عليها نتكيو على هادي. ملي كتكيو على هادي كتخرج لينا العجينة ديالنا. هادي تقسمت لينا نعاود وحدة أخرى ماشي مشكل. الطريقة هكذا نجيبو الصابلي ديالنا ونحطوها
فوق منه كيجي الشكل ديالها راقي وزوين. نتكيو على هنايا في الوسط وبعد الطريقة هادي تاخد لافوق ديالها ونكمل العجينة وندوزو نطيبوها في الفرن ضروري يكون مسخن وديك الساعات نزينوها مع بعضياتنا. ندوزو مع بعض نحضرو الطريقة ديال الشوكولا ديالنا اللي غنزينو به الصابلي. بالنسبة للدوائر هادو انا مليهم واحد فواكه معسلة في القاع على هاد الشكل هيدا وعاد نخوفق منه الشكلات البيض. بحال هاد الشكل هيدا غير مع الجنبات ولا حيت انا عندي هذا محفر انا غير مع الجناب. الا كان عندكم اي مولي كتستعملوه على حسب عينكم وميزانكم. كنتمنى تفهموني انا نوريكم غير الطريقه وانتوما اكيد غتفهموا. بحال الطريقه هيك راه واضح وسهل واي واحد كيزين الصابلي ديالو بطريقه لانه في انواع ديال التزيين. انا بغيت نشارك معكم هادو. كتجيبو هذا الشوكولاتة البيض ذوبتو مع الزيت وتخويو الشوكولاتة ديالكم بهاد الطريقة هادي. كنتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم. هيدا باش ما نطولش عليكم. بالنسبة لهاد المربعات نعملوهم بالشوكولات اسود واحد شوية بالطريقة هادي. كما كتشوفوا ندخلوهم الثلاجة يبردو. خبطو هيدا ياخدو لافورم ديالو. ملي يدخلوا الثلاجه ديالنا يبردوا نرجع معكم باش نزينوا الصابلي ديالنا. هنرجع لكم البنات بعد ما طيبنا الصابلي ديالنا اللي هو هذا كيجي على هذا الشكل. ها هو المربع ها هو اللي هو دائري وهذا اللي على شكل شميشه شفتوا البنات. بالنسبه للتزيين غنحتاج ناباجو كليكوز سخنت مع بعضياتهم وزدتهم النكهه ديال الحامض اللي هي هذه غير واحد راس معلقه والشوكولا ديالنا اللي وجدنا مع بعضياتنا البيضه مع الكحله السوداء والتزيين على الام. بالنسبه لهاد الشميشات هادو عملت لوز كونكاسي عملتو شويه مع الكليكوز والناباج وسخنتو فوق البوطه وغنزوق بهم هادو. نبداو على بركه الله بعدا ندهن هذا بشوي ديال الناباج هذا بوحديتو نحطو ميضة اللي غنعمل فوق منو الدوائر ديال الشكلات البيض. حط ندهن هاد المربعات بهاد
الطريقة هيدا. نوريكم نزول هذا نجيب بسيف ندير معكم هادو بعد الحتة هادوك لي مربعات علصقوهم هيدا على هاد الشكل هدا نقرب لكم الكاميرا بهاد الطريقة هادي راه ساهل البنات وكيجي عاطي المنظر بالنسبة للمدورين ها هما الشكل ديالهم كيفاش كيجي بفواكه معسلة شتو يا البنات بهاد الطريقة هادي كنلصقو فوق الصابلي ديالنا بالطريقة هادي بالنسبة لهاد الشميشات انا مليهم شوية ديال هذا في الوسط وصافي راه كافي انا نوريكم نقرب لكم للكاميرا باش تشوفوا مزيان على هاد الشكل هذا البنات وبالنسبه لهاد الدوائر هادو غنزيدهم شويه ديال النكهه هيدا ديال الحامض عملتها في الوسط بالطريقه هادي هيدا شي منهم انا مليون هاد الشوكولاته هذا اللي هو بالنكهة هاد الحامض على هاد الشكل هذا نرش عليهم شويه ديال البافو شويه حيت هو البافو كيتواتى مع الحامض وبالنسبه لهاد الكحل عندي لهم شويه ديال صوص كراميل غير شويه هذاك هبط ليا بزاف معليش هيدا بالطريقة هادي يمكنكم تعدلو صوص كراميل في الدار تا هو كيجي زوين انا اكتفيت به شريتو هيدا واجد وعن هاد الشوكولاط هدا على شكل حجيرات فيهم الدهبي هيدا كاين اللي كيكونوا كبارين كاين اللي كيكونوا صغارين انا استعمل هاد على شكل هذا ذهبي وعلى شكل هيدا في الكرونة في الحميمة كنتمنى نكون عرفت نشرح لكم ها هو الصابلي ديالنا نبقى معكم وتشوفوا الطبق النهائي ان شاء الله كيفاش كيجي الشميشة ديالنا
وهذا الليبل حامض وشويه كمعسله. نتلاقى في الطبق الاخير. ها هو بلاطو ديالنا الاخير البنات، ها هو بلاطو ديال السابلي بريستيج ديالنا، ها هو اللي زينا بالنكهه ديال الحامض والشوكولا بالحامض وبافو، هذا بهاد الحجيرات، وهادو الشميشات ديالنا اللي زيناهم باللوز كونكاسي بالنكهه ديال البيستاج، وهادو بالنكهه لصوص كراميل والشوكولا على شكل حجيرات. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم وينالوا الرضا ديالكم وتفعلوا الجرس وتدعموني، والى ملتقى ان شاء الله وفيديو جديد.